بعد حالة الجدل اللي تسبب فيها توقيع الخرطوم على اتفاق مع أديس أبابا بخصوص تسوية قضايا سد النهضة والحدود بالطرق السلمية، بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في مغازلة مصر. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حاول مغازلة مصر بعد توقيع على الاتفاق المفاجئ مع أديس أبابا، وقال إن التوصل لاتفاق نهائي بين السودان ومصر وأثيوبيا أمر مهم جداً لإنهاء الأزمة. على الرغم من توقيع دقلو اتفاق مع أثيوبيا، إلا إنه أكد على ضرورة دخول مصر على الخط في الحوار مع أثيوبيا، وإن الحوار بين الدول الثلاثة مرتكز أساسي لمعالجة ملف سد النهضة، بما يمكن الدول الثلاثة من الاستفادة من السد وعدم تضررها. وخلال نفس رسالة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني دقلو، أشاد بشكل كبير بوفد السودان المفاوض حول سد النهضة برئاسة وزير الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور على سير المحادثات وآخر تطورات الملف. كتير من المحللين السياسيين والخبراء كانوا شايفين موقف السودان ناحية سد النهضة من ناحية الاستفادة، وإن الخرطوم بتبص على الفايدة اللي ممكن تعود على السودان من سد النهضة، خاصة بعد ما تسببت موجة الفيضانات الغير مسبوقة اللي حصلت السنة دي لوفاة أكتر من 100 شخص وأثرت على حياة 875 ألف شخص. وقال بعض الخبراء إنه لو كان سد النهضة الأثيوبي المقام على رافد النيل الأزرق شغال بكامل طاقته لكان تأثير الفيضانات على السودان أقل ضررا. قبل فترة من الاتفاق ده عبرت الخرطوم عن مخاوف كتير من سد النهضة، وقال وزير الري السوداني الأسبق بروفيسور عثمان التوم إن السودان هيتضرر بعملية الملء الثالث لسد النهضة عشان غياب التنسيق فيما يتعلق بتشغيل خزان الروسريس والمشاريع التي تروى من النيل الأزرق أثناء فترة الملء الثالث. بس أثيوبيا ما سابتش فرصة للسودان إنها تفكر في المخاوف دي، حتى إنها عرضت على السودان إمدادها بكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن سد النهضة، وده بعد ما عبرت الخرطوم عن مخاوفها من تأثر الإمداد الكهربائي بالإحتياطات اللي أعلنت عنها وزارة الري السودانية قبل كده، وقالت إنها بتتخذ إجراءات لتفادي أي أضرار محتملة على القطاع الزراعي بسبب إصرار إثيوبيا على استكمال عمليات ملء خزان السد دون اتفاق على آلية محكمة تضمن تنسيق البيانات بشكل يومي بين البلدين.